بدورها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما فان روسيف أن مصر يمكنها أن تكون لاعباً رئيسياً في النظام العالمي نظراً لموقعها وإمكانياتها، خاصة قناة السويس. البرازيل والصين هي ما بين الشركاء العشرين الأكبر، وبتوسعات قناة السويس وإنشاء المنطقة الحرة في السويس فإننا نلحظ توزيعا وتنوعا في صناعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالأمس مع نائب رئيس NDB كنا قادرين على زيارة بعض المباني الخضراء الجديدة والمدن الجديدة في هذا الصدد. كنا قادرين على رؤية كيفية أن الحكومة المصرية تقوم ببناء عاصمة إدارية جديدة تبين على قدرتها في التقدم والتطور والسياسات. فإن رؤية مصر على صعيد السياسات، فإن رؤية مصر 2030 لديها استراتيجية شاملة، وهي خطوة باتجاه تنمية شاملة وتحويل الدولة إلى اقتصاد شامل قادر على المنافسة. ومصر تقوم ببناء منظومة اقتصادية متنوعة بمشاركة والعدالة والحفاظ على المصادر والموارد التي حظيت بها مصر